ينضم إلينا من جنوب لبنان أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. ماذا عن آخر التطورات في الجنوب اللبناني ما بين حزب الله وإسرائيل؟ نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل الهدوء الحذر يسيطر على الجنوب اللبناني بكافة قطاعاته في هذه الأثناء، ولا يخرق هذا الهدوء سوى أصوات مسيرات إسرائيلية في الأجواء اللبنانية. في الوقت الحالي هي في الأغلب هي مسيرات استطلاعية، ربما تراقب الأوضاع على طول الحدود الجنوبية اللبنانية وتراقب أيضا التحركات في هذه المناطق. في بداية يوم جديد ربما يكون مفتوحا لمزيد من العمليات على الحدود الجنوبية اللبنانية، وذلك بعد عمليات 9 نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية على مدار يوم أمس، كان من بينها عمليات كبرى مثل إطلاق سرب من المسيرات الهجومية يستهدف موقعا عسكريا إسرائيليا بين نهاريا وعكا، وهذا عمق كبير يصل لأكثر من 15 كيلو مترا من الحدود الجنوبية اللبنانية، وتمكنت المسيرات من تجاوز كافة منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية وبالإضافة أيضا إلى منظومة القبة الحديدية. فبعد هذه العملية كان هناك سلسلة من العمليات التي كان أغلبها من العمليات التقليدية باستثناء استهداف لإحدى السكنات العسكرية الإسرائيلية بصاروخ بركان، والعملية الأخيرة 9 التي ختم بها حزب الله عملياته بالأمس كانت إطلاق عشرات الصواريخ من طراز كاتيوشا على قاعدة كيلع العسكرية الإسرائيلية، مما أدى إلى سقوط عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح. في المقابل كانت هناك سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت عدة بلدات مثل العديسة ورب 30 بالإضافة إلى الخيام وكفر كلا وغيرها من البلدات، وتحديدا منطقة الوزاني أيضا في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى إحدى البلدات في القطاع الأوسط التي تم استهداف منزل فيها بصواريخ، مما أدى إلى مقتل 6 عناصر من حزب الله ضربة واحدة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. دوريات الأمم المتحدة لا تزال أيضا تسير بشكل طبيعي في هذه الأثناء في مختلف المناطق بالجنوب اللبناني. ربما هناك بعض الدوريات التي تسير الآن في منطقة القطاع الشرقي للجنوب اللبناني وتحديدا في قضاء مرج عيون، هذه الدوريات التي تسير ربما بشكل واضح في هذا الطريق المؤدي من قضاء مرج عيون إلى قضاء حصبية في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني. هذه الدوريات ربما المهمة الأساسية لها هي مراقبة تلك المناطق ومعرفة وأيضا ضمان حفظ هذه المناطق ومعرفة ما إذا كانت هناك عمليات تحضر من هذه المناطق أو لا. هي المهمة الأساسية هي حفظ الأمن والاستقرار في هذه المناطق الجنوبية ومتابعة كافة الحدود اللبنانية الجنوبية وكافة البلدات. نحن في القطاع الشرقي هذه الدوريات تسير بشكل منتظم، وأيضا هذه دورية أخرى تسير بشكل آخر، ولكن يبدو أن هذه الدورية تسير وبها عدد من قيادات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أو قيادات إحدى الكتائب المتواجدة، لأن القوى الأممية يتواجد بها أكثر من 10,000 جندي من 49 دولة من مختلف دول العالم. الدول ذات الكثافة أو ذات العدد الأكبر من الجنود مثل الكتيبة الأسبانية على سبيل المثال، فهذه الكتائب يكون لها مركز قيادي مستقل. هناك الكتيبة الأندونيسية أيضا التي تضم أكثر من 1,100 جندي في الجنوب، وهناك الكتيبة الأسبانية التي تضم قرابة 677 جنديا في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، بالإضافة أيضا إلى الكتيبة الفرنسية التي تضم ربما عدد مقارب من هذا الرقم، والكتيبة الألمانية التي تضم قرابة 107 جنود في القطاع الشرقي أو في القطاعات المختلفة للجنوب اللبناني. أشكرك شكرا جزيلا أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من الجنوب اللبناني.